بس في شوية عشان كده مش هنبقى مركزين في اللعبة. بسم الله. معلش بقى هنعمل ايه طيب؟ اللهم اني صايم. ماشي فاضل. تصدق انت من كلب يلا. لحقت نفسي. يا ابني انا لا 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 لا. ماشي ميجي بصايب. ما تكفش اوعى تكفي. بعده يا صاحبي اللي بعده بقى. ها يلا تعالى. بسم الله. دي اللي كان فيها خطوط قبل كده على فكره. يلا باذن الله اقفلها ان شاء الله. الزع يالا. ايش فنان يا ابني. يا ابني والله العظيم فنان. لا انا اسف والله العظيم انا اللي خفت اتوترت. استنى نط. ايه يا عم خفت من ايه يا بنت الكلب يا واطي. وقفت على تي وقفت على تي. بيبقى على اخر لحظة يعني ليه الموت بيبقى على اخر لحظة. انا اسف انا اسف. هتيجي تاني ولا ايه؟ انا خايف تيجي تاني بصراحة. تيجي من ورا. يلا يا صاحبي اللي بعده. هنا في خازوق بس انا مش شايفه يعني بدنا. ايش شفت الموضوع بسيط ازاي؟ هو محتاج بس ان انت ايه فاهم تستخدم ذكاءك. ايه انا اسف يا ريتني ما استخدمت ذكائي. ايوه طب البتاعة دي انا يا بنت الكلبة يا بنت الكلبة. ماشي يا عم انت ما انا ما لحقتش اعمل حاجه. يا عم انت حمار ولا ايه؟ ماشي هاجي على طول يعني وانط كده. لا لا بابا اهلك. نعم. ايه طيب ايوه ماشي. انا اسف هرجع امشي كده. طيب امشي كده. ايوه امشي كده. لما امشي كده هرجع. يلا بقى وقت مودتش انا مودتش. ايوه يا ابن الله في الله في ابنان. ايوه انا دي على دي فكرها دي يا عشت. والله بسيطة يا جدعان قلت لكم اقفلها. والله لا مش حار. ماشي يبقى انا هجي اقفلها واستنى البتاعة تطلع عشان ما اقعش. طب ما تزقيني انت. شفت الموضوع بسيط كيف؟ شفت يا ابني عيب عليك. فما هو طايره كده لقطها كده. انا اسف. ما تعيدش لو جريت ورايا. يلا كده. طب انا عايز اخد الكيونايه دي. ماشي ماشي ماشي. انا افتكرت الحتة دي. عبط العبط ده.
Vale, vale. لازم ناخدها يعني فريش. حلو يا بنت الكلب الوطيه. ماشي اهو اهو اتخلف العقل ده صح يا عم. بلاش عمل بقى ما تنرفزنيش. عيب عليك. انا رهيب انا عارف نفسي. ايه ده؟ يا ابن الكلب انت في ايه مالك؟ ماشي اه ماشي. مخدهاش؟ حلو. مش هاخد مش عايز كل الحاج. يا ولاد الوسخة. بدأت أفقد أعصابي. بدأت أفقد إيه؟ أعصابي. يخرب بيت أبوكم، كنت هموت أنا. كانت بطنة توجعني دلوقتي. لا صاحبي اللي بعده اللي بعده. إيه ده؟ ده أنا بمشي يمين بيخش شمال. والله بمشي يمين بيخش شمال. لا هو تقول كل الليفلات كده. اوه يا حلاوة على انت. خدت بالكم من اللي حصل يا ابني؟ ميتين الكلب بالراحة. حلو دي اكيد فيها خزول. الحمد لله ما فيهاش خوازيق. انا على فكرة انا في الاصدار دوا. انا ايه ده؟ يا حلاوي يا حلاوي. الاسهم معكوسة يا وحش. تمشي يمين يدخلك شمال. ايه ده؟ ايه اللي كده ده بقى؟ يعني هي العملية بقت كده؟ حلو ماشي. طب ايه ده؟ استنى بس انا مش شايف يا صاحبي. انا مش شايف. اتمنى انتوا تكونوا شايفين عشان احنا داخلين على يا لهوي على حتة اليمين والشمال دي. ايه ده؟ يا بنت الكلب يا وطيا. ماشي ماشي. انت عارف الفكرة هنا في ايه؟ ان انا لمست حاجة هنا عكستلي فاهم؟ هتعكسلي تخليني اللي على اليمين يبان شمال. يا الله عليك يا صاحبي. ماشي. على فكرة اللي شايفني هو فاهم ان الموضوع بسيط بس هو فعلا مش بسيط. ماشي. اوبا. انا خفت انا اتوقع بصراحة. ايه طيب هخش يا عم. ماشي ماشي ماشي. انا فهمت انا فهمتك. ايه العبط ده؟ بص واحدة 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 واحدة. ايوه ايوه ماشي 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 ماشي. تحت دي ننزل لها. انا ماشي دي انا اللي غلطان فيها اهو. ايه ده؟ لا 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 استنى استنى استنى. ايوه ايوه انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف والله. ماشي ايوه. يا ولد الكلب يا ولد الكلب. لا 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 لا
لا، ايوه ايه ده؟ انت عالم غيتي ده؟ طب ايه؟ طيب ماشي. طب ايه يا بنت الجزمة؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم. انت يعني اللي هو شوق ولا الدواء؟ انا ماشي. ايوه والله العظيم تلاتة. هو الموضوع فعلا بسيط، بس محتاج شخص ذكي زيي يحل ال... المفروض ما نقف على الجبل الأخيرة دي. ماشي حاضر. يا أخي صدق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا خلاص، هي اللعبة قربت تخلص أصلا. يا ابن الكلب، العب انا. انا اسف، معلش كنت ايه يا ابن الكلب. انا هقعد اعمل كل ده تاني، قولوا تاني. الله، شغل دماغك عليا ولا ايه؟ مش المهم. طب دي انا كيف انط؟ كيف يا جدع؟ ماشي. وين العبط ده؟ طب ما هي يعني هي هتعمل ايه؟ ما مش فاهم. حلو، شوف ابن ميتين الكلب. ماشي. أكيد في طريقة تانية، أنا مش معقولة كده بصراحة. إيه ده؟ ده بيشغل دماغه يا ابن الكلب. انا اسف، معلش والله العظيم مش مركز عشان صايم كده. معلش هنا عم ميتين. اوكي اخ، معلش تاني برضه، تاني دي هنط من هو، بعد كده نط كده، بعد كده نط كده، بعد كده نط. ماشي يا صاحبي، دي هننط كده. حلو، دي هننزل لتحت ونطلع لفوق. حلو يا فرج الله، يخرب بيت اصحابك. لا يا ابن الكلب، انت بتسيبني وتمشي يا ابن الكلب، يا ابن الكلب. طب انا رايح عند مين بقى في دول؟ ده انتوا هتشغلوا دماغكم. حلو، الله يبارك لك يا شيخ، الله العظيم، الله يبارك لك، كويس انك وقفت هنا. الدنيا طيب يا حلاوة، هو انا فوق كده؟ ماشي، انا اسف، معلش هنزل. يا بنت الكلب. ماشي. طب ما حلو، انا هل انت فاكر ان انا هقدر اوصل؟ ماشي حلو، اوصل. استنى بس ارجع البتاع ده عشان نفهم واضح الموضوع غير طبيعي. اختفى انت دلوقتي، انا حاسس ان هتطلع لي شوكة في اي حتة. انا كنت لسه بقول ايه. ماشي، خلي بالك انا بلعب وانا مش شايف. ماشي حلو. خازوق بقى يطلع هنا. قلب الصغير لا يتحمل. ماشي حلو. او ماشي.
Anasoyim. Yemin tilkile. شكات. ايه يعني؟ ايه كل شوية لازم اتنرفز عليكم؟ ده ايه ده بعد الرابع ده ولا ايه مش فاهم؟ حلو. ايه القذارة دي؟ ماشي فهمت حلو. لا ما هو الأبعاد ده وحش قوي، وحش قوي وحش غريب يا بابا. أنا فين يا خلف بيت أبوك؟ أنا شفت بقى يا صاحبي، شفت يا صاحبي اللي كنت فاكرك صاحبي. حلو. انا اسف انا اتسرعت. ايوه هتمشي انت كمان ولا يا اخي؟ انت ابن كلب يا اخي، الله العظيم ثلاثة انت ولد. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا مش ينفع اكمل، والله مش قادر.